قبل ما نبلش الفيديو معلم، تعال وجيب معك فنجان القهوة تبعك واحضرني برواق ومخمخ. النتيجة اللي راح يجيب لك إياها هذا الحكي هي إنك أنت تحافظ على المكان اللي أنت موجود فيه، إنك أنت تستمر في المكان اللي أنت موجود فيه ويحكوا لك شاطر ويزقفوا لك والأمور تمام 100%. شوف يا سيدي، شغلة كثير مهمة وأنا بضمن لك نتائجها. لا تعمل اللي عليك توصل أسرع. إذا أنت كنت مفكر إنك أنت إذا عملت اللي عليك 100% أنجزت كل مهامك 100% إنك أنت راح توصل بطريقة أسرع للهدف اللي أنت بدك إياه وراح تنجز كل إشي أنت بدك إياه وكل العقبات أنت راح تزيلها من طريقك، فأنت غلطان واحذر هذا الفيديو. كل واحد فينا في باله فهم للموضوع بطريقة مختلفة، بس يمكن الميجوريتي أو الأغلب قاعد بفكر إنه إذا عمل اللي عليه بطريقة صحيحة 100% وما غلط وسوى كل الجوب ديسكريبشن تبعه وأنجز مهامه في الوقت المطلوب، إنه هو راح يوصل للمكان اللي بده إياه أو للوظيفة اللي بده إياها أو للمسمى الوظيفي اللي هو بده إياه أو الراتب الأعلى اللي هو بده إياه أو للهدف اللي هو بده إياه بصورة سريعة، وراح تعدى كل إشي ممكن إنه يواجهه وصر بإصرار تام إنه هو أنجز. لكن العكس تماما هو اللي صحيح 100%. لا تعمل اللي عليك 100% توصل بطريقة أسرع وأحسن وتوصل الهدف اللي بدك إياه وبتتعدى وبتنجز كل المهام اللي أنت بدك إياها بصورة أنت ما كنت ممكن تتخيلها وما كنت ممكن إنك أنت تتوقعها. عشان هيك خلينا نبلش في هذا الفيديو. اللي بدي أحكي لك إياه بعد ما أنت جيت وجبت معاك فنجان القهوة تبعك وقاعد ومخمخ، إنه كل الحكي اللي أنا حكيته قبل شوي هو حكي حلو ولطيف وجميل وممكن يجيب نتيجة، لكن شو هي النتيجة اللي ممكن يجيبها؟ وهل هي النتيجة اللي أنت بدك إياها واللي أنت عم تسعى لأنك أنت تحققها؟ النتيجة اللي راح يجيب لك إياها هذا الحكي هي إنك أنت تحافظ على المكان اللي أنت موجود فيه، إنك أنت تستمر في المكان اللي أنت موجود فيه ويحكوا لك شاطر ويزقفوا لك والأمور تمام 100%. لكن ما تخيل إنه هذا اللي أنت بدك إياه، واللي أنت بدك تتخيله كمان إنه إذا أنت عملت كل هذا الحكي وزقفوا لك، بعد فترة راح تصير عملية استبدالك كثير سهلة. بجيب واحد بيقدر يسوي مهامك بشكل مرتب وبشكل كثير منيح، وإذا لقيته كمان براتب أقل راح أجيبه وأحكي أوكي الأمور تمام، خاصة إذا أنا يعني صار إشي ممكن يخليني بدي أبدل وجودك في الشركة، مش أنا جاسر، الحدا اللي قاعد بتشتغل معه. هاي أحسن الحالات وأحسن النتائج اللي ممكن تصير من الإشي اللي أنت قاعد بتعمله. لكن فعلياً الخلطة السحرية اللي أنا قاعد بحكي لك إياها هو إنك أنت ما تعمل بس اللي عليك 100% وبصورة صحيحة 100%، لا، بدك تتعداه ولو بشوي. يعني لو بهالقد إشي كثير بسيط تعديت الإشي اللي أنت بتعمله في كل مرة، تعديت المهام الموكلة إلك في كل مرة وأنجزت الإشي اللي أنت بدك تعمله وزدت عليه، وتعمل هاي الزيادة اللي أنا بحكي لك عنها بحب وبإتقان، قريته حبه حبيته من قلبك حبيته يا فندم، بحبك وبدون ما حدا تستناه يجي يحكي لك لو سمحت سوي لنا هاي الشغلة الفلانية وتعملها بتأفف، انه هاي مش ماي سكوب وهذا مش ماي جوب ديسكريبشن. والاهم من هيك انك انت تطبق برضو المعرفة اللي انت اوريدي اكتسبتها واللي عم تكتسبها من خلال التطبيق والممارسة والعمل والاشياء الجديدة اللي انت قادر بتعملها وتدافع عن وجهة نظرك وتحاول اثباتها وتحاول تطبيقها لحتى توصل لنتائج أفضل. وطبعاً بدك تكون متأكد إنه أنت الإشي اللي بتعمله على الأقل بنسبة 80% صحيح، واللي هو أصلاً بيجي من دروس أنت متعلمها في أشياء أنت عاملها قبل هيك. سويت هذا الحكي وبلشت تنجز أكثر وتشتغل أكثر، وأهم إشي إنك تكون متأكد نسبة 80% ما تدخل الناس اللي معك في الحيط من الأشياء اللي أنت قاعد بتعملها، فأنت فعلياً راح تصير تأخذ مهام أكثر من المهام اللي أنت المفروض تعملها. هذا الكومن سنس من الاشي اللي انا قاعد بحكيه. طبعا بالاول لا تبلش، اول ما تبلش تشتغل اشياء زياده عن شغلك تقول لهم دقيقه هيك تغير الجوب ديسكريبشن تبعي معلم، انا بدي زياده على الراتب او بدي تقللوا لي وقت الدوام او تزيدوا لي الاجازات او تحسنوا لي مش عارف شو. لا تطلب المقابل بالاول، اول شيء بلش اعمل وانجز واجني الثمار تبع الانجاز وحقق الفائدة المطلوبة من الاشياء اللي انت اخذتها على عاتقك، وهي مش شغلك وهي شغل الناس اللي اعلى منك او شغل حدا لازم يكون غيرك في بوزيشن اعلى منك. بعدين بعد ما خلص تمام والكل زقف لك انه والله فلان عملها ويعطيك العافيه، وصلت لمكان انك انت يس، بعديها بفتره صار هذه المهام اوتوماتيكلي هي راح تصير اصلا من مهامك، لانه اذا انت بتعمل شيء من غير ما يكون مطلوب منك اوتوماتيكلي كله راح يصير مطلوب منك بعد هيك.
بعد فترة صارت هاي بشغلك انت، وكل ما حدا بده يطلبها بيجي عليك انت، بتطلب عاد من الشركة تبعك تحكي له انه انا هذا مش من الجوب ديسكريبشن تبعي، وانا عم بعمله وانا بحب اعمله وبحب انجزه وانا بقدر اعمله، ما عندي اي مشكلة فيه، فبدي اطلب مثلا تغيير البوزيشن، او بدي اطلب مثلا تغيير الراتب، او بدي زيادة على مش عارف شو. كلنا عارفين انه هذا الحكي بالشركة اللي انت موجود فيها يمكن ما تاخذ منه ولا اشي، يمكن يرفعوا لك البوزيشن وما يرفعوا لك الراتب، يمكن يرفعوا لك الراتب وما يرفعوا لك البوزيشن، يمكن يعدلوا لك اشي وما يعدلوا لك الباقي، يمكن اذا عدلوا لك يعدلوا لك اشي هيك اشي بسيط انت ما تكون راضي عنه. فاذا انك انت اوكي انا ام فاين مع هذا التغيير، او حط في بالك انك انت اكيد 1000000% الشركة اللي بعدها اللي انت رايح عليها ما راح تساوم على البوزيشن اللي انت فيه، ما راح تكون عم بتقدم على البوزيشن اللي انت فيه فعليا في الشركة اللي انت فيها هلا، اكيد 1000000% راح تصير تساوم على البوزيشن الثاني اللي انت اشتغلت عليه في الشركة تبعك وما رضوا يعطوك عليه البدلات اللي انت طالبها، واكيد راح تساوم كمان على الراتب وعلى الامتيازات تبع البوزيشن الجديد اللي انت رايح عليه في الشركة الثانية اللي انت رايح عليها. هذا في حالة انك انت عم تشتغل بوظيفة، اكيد انا بتشتغل شغلك الخاص فانت لحالك اساسا راح تكون تعمل كل هذا الحكي وبتستنى بس المردود والمربح والى اخره والانجاز ونشوة الانجاز والى اخره. اذا عملت كل هذا الحكي اللي انا بحكي لك اياه وطبقت كل هذا الحكي فعليا وصرت تشتغله بحب، انت راح تحس بنشوة الانجازات اللي انت راح توصل لها، وراح توصل للبوزيشنز وللفلوس وللراتب وللوضع اللي في الشركة وللوضع اللي بين الناس الاجتماعي ولاي شيء انت هدفك اياه، وراح تعدى هذا الهدف اللي انت حاطه لحالك او الانجازات اللي انت حاططها على سلم انجازاتك اللي انت بدك تخلصها في فترة معينة. واكيد هذا الانجاز اللي راح يصير بفترة كثير اقل من اللي انت كنت متخيلها او اللي انت كنت عم بتخطط لها في مخططاتك. وهون برجع بحكي لك انا عن الفيديو الماضي تبع الممارسة واهميتها، انك انت كل ما تمارس وكل ما تطبق وكل ما تشتغل اكثر على موضوع فانت باي ديفولت من جوا بتصير عندك امكانيات عالية واداء عالي، لانك انت تنجز هذا الشيء اللي انت متعود صرت انك انت اصلا تعمله، ما عندك اي مشكلة في انجازه، وبالعكس كل اللي حواليك بيصيروا يتطلعوا ويحترموا قدرتك على انجاز الاشي اللي هو اصلا المفروض اكبر منك او اكبر من عمرك او اكبر من البوزيشن تبعك او اي شيء انت ممكن تحطه في بالك. ولهون بقدر احكي لك اشتغل على حالك منيح، وللمرات الجاية ان شاء الله راح ارجع واشوفك في بوزيشن اعلى وفي وظيفة احسن وبراتب احسن وانجزت كل الشيء اللي انت بدك اياه. سلام.